فإن الله عز وجل أوجب للوالدين حقا عظيما على ذريتهما سواء كانوا أحياء أم أمواتا، ويعظم حقهما حتى بعد الموت، ومما يصل ثوابه بإذن الله تعالى إليهما إلى الوالدين إن كان ميت إن كان ميتين الدعاء لهما، وهذا أعظم ما ينفعهما. والله عز وجل قال في مجمل حياة المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلو لم يكن في هذا الدعاء نفع لهم لما ذكره الله عز وجل ولما مدح به عباده، فكيف بوصول دعاء الوالد إلى ولده؟ وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من تلكم الثلاث ولد صالح يدعو له، وكلمة ولد تشمل الذكر وتشمل الأنثى. ثم الصدقة عنهما، فإن الصدقة إن شاء الله تعالى يصل ثوابها إلى الميت، والعمرة أو الحج عنهما إن كان الابن أو الابنة قد أديا الحج والعمرة عن نفسيهما من قبل، فيصل ثواب الحج، العمرة، الصدقة، الدعاء، كل ذلك يا أختي الكريمة يصل ثوابه إلى الميت. أما قطيعة الرحم فإن الله عز وجل قال في ذم أهل النفاق، في ذم أهل المعاصي، في ذم أهل الفسق، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وقال جل وعلا في حق الصالحين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومن أعظم ما أمر الله به أن يوصل صلة الرحم. نعم.